لقد عرفت نوعا من العذاب، لعله أشد أنواع العذاب الذي يمكن أن يقاسي منه السجين إلى جانب حرمانه من الحرية، ألا وهو السكن المشترك قصرا. إن السكن المشترك أمر يقصر عليه الإنسان في كل مكان تقريبا، لكن السكن المشترك ليست رهيبة في مكان ما كما هي رهيبة في السجن. إن هناك أناسا لا يطيق أحد أن يعيش معهم، ولم أكن أستطيع تخيل العذاب الرهيب الذي يعانيه المرء حين لا يستطيع أن يخلو إلى نفسه دقيقة واحدة خلال السنين، لكن كان علي أن أتعوض.